طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة تارا فدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع: بعد أشهر على الانتخابات المبكرة، أين وصل تشكيل الحكومة في العراق؟ فاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. بعد مضي أكثر من 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي أطلقت عليها القوى السياسية والحكومة بالانتخابات المبكرة، فماذا بقي من هذا التعبير المبكرة؟ ولغاية الآن لم تشكل الحكومة ولم يتم التصويت على رئيس الجمهورية. طبعا تحدث موقع المونيتور وأكد بأن المشهد السياسي في العراق سيؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة ستكون عرضة للانهيار في أي وقت. الموقع الأمريكي تحدث وقال بأن الانتخابات المبكرة التي شهدت مقاطعة كبيرة وصلت لأكثر من 80% من قبل العراقيين لم تؤتي بحلول عملية، بل زادت أوضاع العراق سوءا. وأشار الموقع إلى أن أي من طرفي الأزمة غير قادر على تشكيل الحكومة لوحده، ما يرجح اتفاقهما على تشكيل حكومة مشتركة وفق نظام المحاصصة الطائفي، أو استمرار عمل حكومة مصطفى الكاظمي الحالية لتصريف الأعمال ثم تنظيم انتخابات أخرى في عام 2023. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أكد بأن حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي. أضاف شنغالي بأنه لا يمكن استمرار الرئاسات الحالية بهذا الشكل، حيث أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وأن رئيس الجمهورية يمارس عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية من الناحية التنظيمية فقط، فليس لديه كامل الصلاحيات. أشار بأنه في حال استمرار الأزمة السياسية فقد تلجأ بعض الكتل إلى حل البرلمان والمطالبة بانتخابات مبكرة ورغم صعوبة هذا السيناريو. طبعا هناك تحرك إيراني جديد في العراق كما يعني تنقل وسائل إعلام وكذلك مصادر سياسية لتفكيك تحالف الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني. ففي ظل هذه الأزمة السياسية في العراق منذ ما يزيد عن 5 أشهر يبرز تحرك جديد يقوده السفير الإيراني الأسبق في العراق أو السابق في العراق حسن دنائي فر بين أربيل وبغداد منذ الثلاثاء الماضي، يهدف وفقا لمصادر سياسية تحدثت إلى تحقيق خرق في الأزمة، غير أنه يستهدف في الواقع تفكيك التحالف الثلاثي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة المعروف بتحالف إنقاذ وطن. حمل دنائي فر القوى السياسية السنية والكردية مسؤولية الخلافات بين الطرفين الشيعيين في تدخل واضح من قبل إيران. طبعا قدم مقتدى الصدر في 31 مارس آذار الماضي مهلة لأربعين يوما لقوى الإطار التنسيقي للعمل على تشكيل حكومة جديدة من دون مشاركة الكتلة الصدرية، لكن الإطار أصدر يوم الثلاثاء الماضي بيانا قال فيه بأنه يرفض أسلوب المهل ويؤكد موقفه السابق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. مصادر سياسية كردية قالت في أربيل بأن السفير الإيراني السابق في بغداد حسن دنائي فر بات مسؤول الملف العراقي من قبل طهران، وعلى هذا الأساس يجري منذ الثلاثاء الماضي حراكا بين أربيل وبغداد لبحث الأزمة السياسية الحالية. التقى دنائي فر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ورئيس الإقليم نجرفان البرزاني خلال زيارته إلى أربيل التي استمرت ليومين، وجرى بحث ملف قصف أربيل أيضا خلال اللقاءات وفقا لعضو بارز
في الحزب الحاكم بالإقليم الحزب الديمقراطي الكردستاني. أكد عضو الحزب الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة العرب الجديد بأن المسؤول الإيراني يحمل القوى السياسية السنية والكردية مسؤولية الخلافات بين الطرفين الشيعيين بسبب تقويتها لطرف على آخر، في إشارة إلى الصدر الذي دخل في تحالف واحد مع تلك الأطراف أطلق عليه اسم تحالف إنقاذ وطن، حراك إيراني إذن لتفكيك التحالف الثلاثي. إذن ماذا بقي من هذه الانتخابات المبكرة؟ 6 أشهر على هذه الانتخابات ولم تشكل الحكومة لغاية الآن. يتساءل العراقيون حتى وأن تشكلت الحكومة ما الذي سوف يختلف؟ هل سوف تتحقق الرفاهية وتتوفر الخدمات في العراق ويحصر السلاح بيد الدولة؟ هذا التعبير الذي يشاع في أروقة السياسة في العراق، هل سوف تتوفر الوظائف؟ هل سوف يتم إرجاع قيمة الدينار العراقي على ما كان عليه قبل تدخل الحكومة والبنك المركزي بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، وسيناريوهات لإعادة الانتخابات مرة أخرى أو حل البرلمان كما أشرنا في بداية الحلقة بتصريحات على لسان مسؤولين في العراق. نتلقى اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب أعزائي المشاهدين. معنا اتصال صباح من بغداد، أهلا بك صباح. صباح، يعني بعد مضي 6 أشهر على الانتخابات التي أطلقوا عليها بأنها مبكرة، ولكن هذه الانتخابات لم يشارك فيها معظم العراقيين، بل بأن معظم العراقيين لم يشارك في هذه الانتخابات، ولغاية الآن لم تشكل الحكومة. الصراع بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، اليوم هناك اتهام واضح من قبل إيران للكتل السياسية السنية والكردية بأنها هي المسؤولة عن هذه الأزمة. تفضل. طبعا من 2003 ولحد الآن والصراعات مستمرة. نعم. مستمرة بين هاي الطبقة السياسية اللي احنا جربناهم صار 19 سنة وعرفناهم واحد واحد، كلهم فاسدين وسراق وحرامية وما بيهم شخص وطني يحب يخدم البلد، لا من وزراء، لا من حتى الرئاسات الثلاثة، حتى الكتل، حتى الأحزاب الرئيسية الموجودة مثل حزب الدعوة ومجلس الأعلى والصدريين وسائرون، وكل هاي التسميات كلها أحزاب فشلت في إدارة الدولة، والدليل على ان ماكو اي انجاز لهم، ما نهضموا باي وزاره وارتقوا باي وزاره في سبيل يصير نموذج الباقي الوزارات، خلينا نقول اكو خلل في الوزاره، كلها فشل في فشل، وهذا يدل على ان حتى المراجع الموجوده اللي هي جاي تشرف على العمليه السياسيه في النجف ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وغيرهم، هاي التسميات كلهم كانوا يشرفون على اداء الطبقه السياسيه شلون جاي تشتغل، ما سوت فد شيء، بالعكس رجعهم العراق 100 سنه لورا، المواطن العراقي جاي يعاني بسبب الخلافات والصراعات بين السراق والحراميه والفاسدين، الرئاسات الثلاثه اللي يحكون بالاصلاح ومقتدى الصدر اجى واستغل وركب الموجه اللي هي كانت مثل ما تفضلت انتخابات مبكره طلب بها الشارع العراقي، لكن هي ما تجي لطموح الشارع العراقي اللي اغلبه ما راح ننتخبنا، ما حد راح ينتخب، وكانوا يصورون هنا حكومه اصلاح مثل ما حكى مقتدى الصدر، ومن شفنا احنا الرئاسات الثلاثه ذهبت الى المكون السني البرلمان، المكون لرئاسه الجمهوريه للاكراد، رئاسه الوزراء بقت للشيعه، اذا المحافظه اللي جايبها برايمر واللي هم ربهم عليها ولحد الان تمشي بدمائهم من مقتدى الصدر وزعماء الكتل بعدهم لحد الان يعملون ان الرئاسات الثلاثة كل من ياخذ المنصب اللي للسنة او للاكراد او للشيعة رئاسة الوزراء، اذا دول جاي يعملون على نفس المنهج المحاصصة حاليا، ومقتدى الصدر من اعطاهم هاي المهلة الاربعين يوم، احنا نعرف مقتدى الصدر هو جزء من عملية سياسية وكل الحكومات الفاشلة السابقة مقتدى الصدر كان جزء من عدها ويتحمل الجزء الأكبر في الوزارات الخدمية اللي هي كانت إله من وزارة الصحة وكهرباء وبلديات وغيرها. زين أخي صباح يعني اليوم من يعني تدخل إيران في الشأن العراقي ليس بجديد ومعروف للجميع، يعني عندما يتهم حسن دينافر السفير الأسبق في العراق سفير الإيراني
كتل سياسية بعينها بأنها سبب بالأزمة، يعني كأنه يتكلم بشأن إيراني وليس بشأن عراقي. طبعا احنا اصبحنا العراق جزء من ايران، واحنا كل الحكومات السابقه اشرف عليها كان المقبور قاسم سليماني يشرف على تشكيل الحكومه. غياب المقبور سوى هاي الزعزعه والتاخير. لو قاسم سليماني الفارسي موجود كان عمرهم كلهم وكلهم يتخضعون له، من مقتدى الصدر الى المالكي الى الاطار الى كلهم كانوا تحت امره. لكن هذا الشاغل اللي صار كشف عوره ان ايران جاي تتدخل بالعمليه السياسيه وتشكيل الحكومه. كل الحكومات السابقه ايران اشرفت على تشكيلها. وحاليا شوف انت القاني راح جاي لبغداد، راح للحنانه، طلع لاربيل، يعني هاي اللقاءات وهذا التدخل المسفر العلني نشوفهم يجون عسكر لابسين عسكري ويتدخلون بالشان العراقي بالعمليه السياسيه، هذا يدل على ان الحكومه ما تتشكل الا بعلم ايران وموافقه ايران ومباركه ايران. حتى الرئاسات الثلاثه فايران متدخله طول بعرض بالعمليه السياسيه، وهذا التاخير جاي. احنا نعرف ماكو اتفاقات وصراعات لو على مناصب لو على رئاسة الوزراء، من يمسكها مقتدى الصدر والصيرة العصب ايده في سبيل يضرب الإطار. ايش تتوقع اخي صباح، ايش تتوقع؟ هل يعني سوف يستمر هذا الامر ويبقى مصطفى الكاظمي؟ والله يعني احتمالين اتوقع رئيسا الحكومة لتصريف الاعمال لغاية 2023 ام سوف يحل البرلمان؟ ما الذي تتوقعه؟ أتوقع أني مقتدى الصدر مثل ما سابقاتها سلمها للمالكي وحزب الدعوة، أيضا راح يأخذ مناصب ويأخذ أموال ويسلمها أيضا لحزب الدعوة منصب رئاسة الوزراء ويشكلون الحكومة. أما الاحتمال الثاني أتوقعها تلغي الانتخابات ويسوون انتخابات جديدة، وإحنا نعرف الشارع العراقي يعني بالضد من الانتخابات، يعني الانتخابات موضوعها صعب إذا انعادت. لكن هم راح يشتغلون على ما يخدمهم، يخدم مصالحهم وأحزابهم والمناصب هاي الوزارية. وبالذات هسه احنا صار لنا 6 أشهر الميزانية مال هاي السنة شنو مصيرها؟ الفارق مال الأموال البيع النفط وصعود النفط إلى $120 وهسه حاليا استقر على 100. هاي المفروض العراق ينتعش اقتصاديا على هذا فارق العملة بالبيع النفط، لكن هم ما جاي يعملون على بناء دولة أو على بالهم فكرة أن يبنون دولة وبنية تحتية حقيقية يحتاج منها المواطن العراقي، بناء مصانع وغيرها. جايين همهم الوحيد هو إرضاء إيران وسرقة المال العام، وهاي من حزب الدعوة وانت نازل. نعم، أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، 6 أشهر على الانتخابات المبكرة التي قالوا عنها بأنها انتخابات مبكرة، ولغاية الآن لا يوجد رئيس للجمهورية ولا تشكيل للحكومة، رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر، يعني إذا شكلت حكومة يعني عبارك الشعب العراقي يفرح؟ ما هم من 2003 الحكومات المتعاقبة اللي سووها شنو أستاذ عمر الله يخليك؟ كل اللي أنجزوا الشعب هذا المقروض، ما هم جاي يتكاونون ويصارعون على مناصبهم وعلى سرقاتهم وعلى يا استاذ عمر الشعب اللي استفاد من عدم شنو احنا نتامل الثوره ان شاء الله قائمه عليهم، وبلكي الله يخلصنا من عدم هاي الوجوه اللي جتنا على ظهر الدبابه اللي جو ويا الامريكان، وهسه يقول لك احنا ما نقبل بالامريكان. يا ما انت جيت وياه وانت جيت ويا الامريكان، والامريكان صعبين فضل علي. اما التدخل الايراني استاذ عمر، احنا هذا مو جديد علينا. ايران من 2003 ولحد الان اي حكومه اي رئيس وزراء اي برلمان ما يشكل اذا مو ايران تقبل عليه. هذا افتهم الشعب العراقي. بعد ماكو شيء ما نعرفه يا استاذ عمر. انكشفت اللعبه كشفت ترى مو جديده، فكافي عاد لعب على الشعب العراقي. كافي كافي. وانتم انتوا الله ما تخاف. خلينا نشوف ثاني مقتدى يقول رمضان الكم وشوال عندنا، كل اللي سواه قبل حتى يسوي هالشيء. انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا. طبعا لم يكشف المصدر الكردي
الأوراق التي يحملها الإيرانيون في حراكهم الجديد في العراق، لكن نائبا في العاصمة بغداد تحدث لصحيفة العربي الجديد واشترط عدم ذكر اسمه، قال بأن الحراك يهدف إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وشركائه الأكراد والسنة لدفع الأول إلى القبول بالجلوس للتفاوض مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن شروط الإطار التنسيقي هي ذاتها رؤية إيران المتمثلة بحكومة توافقية، وأن يبقى حق تشكيل الحكومة بالكتلة الكبرى التي تتألف من القوى السياسية الشيعية حصرا. طبعا يعني لغاية الآن يصر الصدر الذي حلت كتلته بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الثاني أو تشرين الأول الماضي بفارق عن أقرب منافسيه من القوى السياسية الشيعية الأخرى، عن على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بحسب تعبيره، رافضا العودة إلى حكومات التوافق السياسي التي شهدها العراق 7 مرات في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. معنا أسامة من كركوك. أسامة، 6 أشهر على الانتخابات المبكرة، قالوا عنها بأنها انتخابات مبكرة لحل قضية العراق، وهي كانت في وقتها يعني إحدى الشماعات يعني وأد ثورة تشرين. 6 أشهر لم تتشكل الحكومة لغاية الآن، رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أستاذ محمد بالنسبة عمر معك. الحكومة معك عمر، تفضل. أهلا وسهلا بك. سلم عمر. يا أهلا بك. بالنسبة للحكومة البائسة هذه واللي راح تلحقها واللي أي حكومة راح تجي هذه لا 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 يعني تخدم الشعب العراقي بأي بزن 1%. مجموعة أيضا من اللصوص يردون لصوص نعم ما راح يتغير شيء. وما أتشكر إلا كل مثل حكومة وأي انتخابات أي ميزانية. أنا موضوع أستاذ محمد، أنا مو موضوع العفو أستاذ عمر، مو موضوع حلقة أنا اتصلت على حول نعم الحكومة وغيرها. نعم، تذكر العراقيين يوم 17 رمضان مبارك اللي استرجعوا أرض العراق المغصوبة من أرض ترجع الأبطال كل من ساهم. نعم، ذكرى تحرير الفاو. نعم، على كل واحد الآن يشتغل مشروع الفاو الكبير أن يقف ساعة جلال لهؤلاء الأبطال اللي استرجعوا الفاو وباقي الأراضي تلال. نعم، الفارسي. هذا اليوم مبارك بالنسبة، ولا كأن عن كل القنوات الميليشياوية وقناة العراقية ما حد، ولا كأن شيء يعني عادي. نعم، أنا أعتبر هذا يوم عظيم بالنسبة للعراقيين، يوم النصر العظيم. نعم، على الاحتلال الإيراني. نعم أخي أسامة. أسامة بعدك؟ نعم، معايا أسامة. انقطع اتصال مع أسامة من كركوك. طبعا بالمقابل يعني يواصل تحالف الإطار التنسيقي مطالبته بحكومة توافقية لا تقصي أي من القوى الرئيسية، و يعني مع وضع شرط أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من خلال الكتلة الكبرى التي يرون بأنها يجب أن تتشكل من القوى السياسية الشيعية حصرا باعتبارها المكون الأكبر في البلاد، وهو ما يخالف خطوة الصدر الأخيرة في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا يعني للتذكير بأنه الأحزاب الكردية منذ العام 2003 ولغاية يعني انتخابات، إذا تحدثنا عن انتخابات يعني 2018، هي فاعل وشريك رئيسي بتشكيل الحكومة. ليش الاعتراض هذه المرة؟ علق القيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني رابين سلام على الحراك الإيراني الجديد بأن حزبه رفض ضغوطا سابقة مورست عليه من جهات خارجية وداخلية، وقال بأن موقف أربيل من التحالف الثلاثي ثابت ولا يوجد احتمال ولو بسيط للانسحاب منه. طبعا تابع لسنا جزءا من الخلاف السياسي الشيعي بل عملنا خلال الفترة الماضية على حل هذا الخلاف كوننا نحمل صفة المحايد بحسب تعبيره، ونملك علاقات مع الطرفين، وشدد على أن تحالف الحزب مع الصدر والقوى العربية السياسية
السنية لا يمثل تهديدا لأمن أي دولة جارة للعراق، بل هو يسعى إلى تشكيل حكومة قوية تحفظ سيادة العراق وهيبته، وتمنع أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة أو أي دولة في العالم. نعم. طبعا بالمقابل عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي قال بأنه ربما نشهد في الأيام المقبلة انسحابات فردية أو جماعية من تحالف إنقاذ وطن لأسباب كثيرة، وأضاف في حديث مع صحيفة العربي الجريد بأنه لا يمكن الاعتماد على الوساطات الخارجية، لكن بالنهاية سيكون هناك توافق سياسي داخلي ينهي الأزمة. تابع التيار الصدري ما زال يرفض أي حوار مع قوى الإطار التنسيقي، وهذا هو السبب الرئيسي في الانسداد السياسي الحالي، ونعتقد بأن هناك قوى ستتجه نحونا بالنهاية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني. معنا اتصال ناصر من بغداد. ناصر، يعني لغاية الآن لم تتشكل الحكومة رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات المبكرة، لماذا برأيك؟ ليش سموها مبكرة وخمصة والدنيا طبعا ما شارك بها، يعني لم يتجاوز عدد المشاركين بها 15%، ولغاية الآن ماكو حكومة، جماعة مصارعين بيناتهم. اليوم إيران تتهم كتل سياسية بأنها سبب الأزمة، زين يابا إيران شلها علاقة؟ تفضل استاذ عمر. انه السيد الصدر يردون انه يتوافقون أبو. ما راح يحصل هذا المنصب نهائيا. السيد الصدر ما راح يحصل، اما هو تكلم بهذا الموضوع الغايه انه يستحصل على وزارات اكثر خدميه، على وزارات خدميه نفعيه. مو يريد يقدم خدمه للمواطن. هو سابق انه سبقوا عن وزراء اشتركوا بعده وزارات مهمه وخدميه، لكن كل شيء ما فات. يعني انت تشوف الخلاف على وزارات لو على رئيس الوزراء؟ هم على الوزراء، على الوزراء وليس على رئيس الوزراء. هو رئيس الوزراء معروف، يعني هي مقسمه. نعم. ها استاذ عمر. نعم. انه السيد الصدر والسيد المالكي خلافهم على المناصب، على المناصب، خلافهم على المناصب، على المناصب وعلى اوائد الماليه في جميع الوزراء. بس السيد الصدر الظاهر انه عنده حرص اعلامي فعلي، ماخو فعلي ماخو، اما اعلامي يريد الظاهر انه حريص على وحده الشعب العراقي وعلى ممتلكاته. لا والله العظيم انا ببغداد واني يم معرفهم زين زين، ومع الاسف الناس اليوم، انا اليوم بمكان بالسعدون الناس هايجة على الوضعية. يعني متأثرة بموقف السيد الصدر ياخذ 40 يوم معتزل ما اعرف شنو. يعني زين برأيك شو السيناريوهات المطروحة؟ يعني هناك حديث عن ربما يحل البرلمان، ربما تعاد الانتخابات بالعام 2023، ربما يبقى مصطفى الكاظمي يعني رئيس حكومة تصريف أعمال. نعم نعم أخي ناصر. 10% ما يحسوا، 10 مقاعد ما يحسوا، لأن الناس غرضة حتى على سيد الصدر. هذا التأخير انعكس علي من؟ انعكس عليهم. يعني فإذا أنا أقول لك أبل البرلمان، البرلمان ينحل ويتنعاد صيغة البرلمان. بعدين أستاذ عمر أكو حالة التصويت عندنا بالعراق قاعد يكون عن نصاب. هذه مو صحيحة أستاذ عمر. الحل الصحيح أنه يصير كلها نباشر قانون معين مصدرة يصير عليها تصويت بالحضور وليس بالنصاب، وإلا العراق يدمر نهاية المطاف يدمر. اثنين، السيد السفير الإيراني الجاي يتدخل وكأنما وزير خارجية، كأنما وزير خارجية عراقي. يعني احنا مو للانتقاد، مو للانتقاد، السيد الحلبوسي اخذ صوره ويا قامت القائمه انه اعتبروه تدخل بشؤون داخليه واعتبروه مجلس سياده. طيب هذا السفير جاي يفتر بالمحافظات العراق ارشادات او توجيهات او ربما ما توجيه، والله ليش ما ينتقد الاعلام العراقي؟
يعني اكو تناقض بين صوره التقطها حمد ويا الرئيس التركي انتقدوه، قالوا تدخل بالشؤون العراقيه ومثل السياده، لكن من يجي السفير الايراني ويضطر بالمحافظات وينطي تعليمات احتمال توجيهات هاعني فليش ما ينتقدوا؟ الاعلام العراقي ساكت على هوايه امور مع الاسف. تفضل استاذ عمر. زين وانا اشكرك. انا اشكرك اخي ناصر من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول موضوع بعد أشهر من الانتخابات المبكرة أين وصل تشكيل الحكومة في العراق. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. لا يعتبر الحراك الإيراني الحالي الأول من نوعه، إذ قادت شخصية إيرانية خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة وساطات من دون أن يحالفها النجاح بذلك. كان أبرزها جولة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني في منتصف فبراير شباط الماضي، استمرت نحو أسبوعين بين النجف وبغداد وأربيل، لكن رفض الصدر حالة دون ذلك دون نجاح تلك الوساطات التي اعتبرت بأنها انحياز إيراني لقوى الإطار التنسيقي التي تضم أجنحة سياسية لميليشيات مدعومة من قبلها بشكل مباشر، أبرزها منظمة بدر والعصائب وحزب الله وجند الإمام. وتمتلك هذه الفصائل والميليشيات واجهات سياسية دخلت بها الانتخابات الأخيرة لكنها لم تحقق سوى نتائج متواضعة. حصل تحالف الفتح الذي يجمع كل تلك القوى على 17 مقعدا نيابيا فقط. عرقلت قوى الإطار التنسيقي انعقاد ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن الانتهاء من خطوة انتخاب رئيس الجمهورية الذي أوجب الدستور انتخابه بأغلبية الثلثين في البرلمان تعني تمكن الصدر من تشكيل الحكومة بأريحية وفقا لمشروعه، إذ ينص الدستور على أن تشكيل الحكومة يوجب أغلبية النصف زائد واحد، وهو ما يملكه الصدر، إذ يبلغ عدد نواب تحالفه 180 من أصل 229 نائبا هي مجمل مقاعد البرلمان. حكومة الأغلبية غير ملائمة في سياق متصل، قال السفير الإيراني لدى بغداد إرج مسجدي يوم الأربعاء الماضي بأن الوقت لم يحن حتى الآن لتشكيل حكومة أغلبية في العراق. يعني يتحدث وكأنه يعني نائب في البرلمان أو بأنه المسؤول. تحدث لمحطة تلفزيونية محلية كردية وقال بأن حكومة الأغلبية لا تلائم الوضع السياسي الحالي في العراق. وأضاف مسجدي الذي قررت طهران أخيرا استبداله بالقائد في فيلق القدس محمد كاظم الصادق بأن الدعوات للأغلبية الوطنية محل تقدير، لكنها لن تكون ناجحة إلا في البلدان المؤسساتية والديمقراطية. وهذا اعتراف بأن العراق ليس بلدا ديمقراطيا ولا مؤسساتيا. طبعا تدخل إيراني بالقرار العراقي يعني اعتبر عضو التيار المدني وهو الناشط السياسي أحمد حقي تصريحات مسجد دليلا واضحا على مدى التدخل الإيراني بالقرار العراقي، وتساءل عن سبب عدم تنديد أو اعتراض أي من القوى السياسية على تصريحات المسؤول الإيراني باعتبارها تدخلا في الشأن العراقي. رأى حقي بأن العودة لخانة التوافقات الطائفية بنسخ مكررة عن حكومات 2010 و2014 و2018 يعني أن انتفاضة أكتوبر تشرين الأول 2019 لن تكون سوى مجرد قطرة أمام التظاهرات التي ستنفجر في الشوارع مستقبلا ضد الفشل الحكومي المتكرر مع اتساع رقعة الفقر والبطالة والجوع وانعدام الخدمات في العراق. طبعا قبل يومين خرج مئات العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى احتجاجا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مطالبين بحسم تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي. معنا اتصال
أبو عمر من بغداد، أبو عمر 6 أشهر لم تتشكل الحكومة لغاية الآن، وقالوا في وقتها بأنها انتخابات، يعني انتخابات مبكرة، ماذا بقي من هذه الانتخابات المبكرة؟ وسمعت السفير الإيراني يقول العراق مو بلد ديمقراطي ولا بلد مؤسساتي، فيعني حكومة أغلبية ما راح تنجح. تفضل أبو عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. نعم. حياك الله. استاذ عمر، هسه احنا من حقنا 6 أشهر الحكومه ما شكلت بسبب لانه كثر الحكومات اللي مرت كانت يعني نعرف بانه المواجهات الرئيسيه الاساسيه اللي هي سلطه الاحزاب هذه الامري او مقتدى الصدر او كيف علي او بعض الاحزاب يعني الوجه لهي الحكومه العراقيه اللي تحاول تشكل تخلي رئيس وزراء لانه يخدم الشعب العراقي يرعى مصالحهم. فايران هي المسيطره على هاي الحكومه وسلطه الاحزاب، فما ممكن انه يصير رئيس وزراء تحت من او يعني نقدر نقول من مقتدى الصدر او هذه العامل اللي يشكلون يشكلون رئيس وزراء يكونون هم بالواجهه الاساسيه لهذا الرئيس اللي راح يشكلونه. فالشعب العراقي عرف يعني كذبهم، عرف يعني انه هاي جميع الحكومات اللي حكموا العراق ما يسووا شيء للشعب العراقي ولا يقدموا شيء، يعني منها ثوره تشرين اراده وطن وراده انه كرامه العراق وسياده العراق تنبني على اساس غير ما الثوره الموجودين بالسلطه، ناس يعني خارج ما ابو عمر. نعم، انقطع اتصال مع أبو عمر من بغداد. أبو ريم من بابل. أبو ريم، 6 أشهر على الانتخابات المبكرة ولغاية الآن يعني الحكومة ما شكلت، السفير الإيراني بالعراق إرج مسجدي يقول بأن العراق يعني ليس بلد ديمقراطي أو مؤسساتي حتى تكون بحكومة أغلبية، يجب أن تكون حكومة توافقية، رأيك؟ خليجي حقه يتدخل، ليش؟ ساحة إله واللعب إله، والدليل اليوم تحرير الفاو. ألو؟ معك معك. اليوم تحرير الفاو. نعم. ذكرى 17 نيسان. أنتم ما محتفلين. وذول عملية سياسية معروف ولاءهم. بس هي حتى أنتم اللي معتمدين عليكم من برا الوطني. نعم، لا احنا اخذنا الذكرى ابو ريم. لا لا، انت لو متابع، انت لو متابع نشرات قناة الرافدين احنا اخذنا هذا الموضوع واستذكرنا هذا الموضوع من الصبح. بس انت بالسبتايت الباقي ما عندك اشاره. شلون بالسبتايت ما عندك اشاره؟ شنو ما عندي اشاره؟ تلقيط الاخباري ما بي اشاره بهاليوم. لا، نشرات الأخبار كان موجود. شوف الشريط. بخير إن شاء الله. أنا ما شفت ولا سمعت، بس أنا تغطية مستحقة البيان والكلام والذكر. وأخذناه بالنشرات. أخذناه بالنشرات يا أبو ريم. لازم هي تغطى تغطية كاملة وتصير فيها برنامج خاص ويعلن عنا. يعني هذا صحيح، فانتوا والله عراد وياكم واحنا قلوبنا وياكم، بس هذا عتب عتب. اي ماشي ملامه والله. فان شاء الله خير. فهذه نعم طبيعيه طبيعيه، ليش؟ انه هم ولاءهم، هم ولاءهم شو يسمونه؟ ولاه العراق. نعم الحق. الباقيين الباقيين اكو قسم يقول لك ولا، القسم شو يقول لك؟ انا ام الباقيين اجير، اجير في العمليه السياسيه، لو مشارك ولا شريك. الاجير يتامل شلون يحصل من اموال الفساد، ولولاك الباقيين يتاملون شلون يشكلوا الحكومه ولا اهل ايران ودلائل مسجدي حارس هي امرهم حارس بالسفاره ولا
الكتب الإعلامية ضد هذا الموضوع. وأنا أشكرك جزاك الله خير. أنا أشكرك أبو ريم من بابل كان معنا، حياك الله يا أهلا بيك. نعم طبعا على مدار الأسبوع الماضي حشد ناشطون ومدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في بغداد وجنوبي العراق مساء يوم الجمعة الماضي، احتشد المئات في ساحة الفردوس وسط العاصمة مرددين شعارات ضد أحزاب السلطة ومنددين بصراعها على تشكيل الحكومة، وقد رفع المتظاهرون شعار لا إطار ولا تيار جمعة قرار الشعب. طالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي، وتوعدوا بالتصعيد في حال لم يتم حسم الملف من قبل الأحزاب المتصارعة. تحدث الناشط عدنان العيداني في حديث لصحيفة العربي الجديد وقال بأن التظاهرات تأتي للتأكيد على دور صوت الشعب الذي يجب أن يكون له تأثير في حسم الأزمة، مضيفا بأن المئات من الشباب خرجوا في التظاهرات اليوم واحتشدوا في ساحة الفردوس احتجاجا على الصراع السياسي ومحاولة الأحزاب تحقيق المكاسب من تشكيل الحكومة. أكد بأن الشعب اليوم عبر عن صوته وبأن التظاهرات والاحتجاجات ستعم المدن العراقية في حال عدم حسم ملف تشكيل الحكومة. كان منظمو التظاهرات قد أصدروا بيانا أكدوا فيه بأن تظاهراتهم تأتي للاحتجاج على ما آلت إليه الأمور في البلاد من جوع وفقر وغلاء أسعار ونقص علاج وضعف التعليم وانهيار المؤسسات والفساد وغياب القانون كنتيجة طبيعية للمماطرة في تشكيل الحكومة والصراع الدائر على المناصب. جرت التظاهرات في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الأمن والتي انتشرت في محيط ساحة الفردوس والطرق المؤدية إليها. شهدت محافظات مثل كربلاء والنجف وبابل وغيرها تظاهرات مماثلة استجابة للدعوات التي أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وتأتي هذه التظاهرات في وقت تمر فيه البلاد في حالة جمود سياسي كامل بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقف مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع خصومه السياسيين في تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى وكتلا سياسية حليفة لإيران. معنا اتصال أسامة من بغداد. أسامة، 6 أشهر على يعني الانتخابات البرلمانية المبكرة، لغاية الآن ماكو حكومة، أكو تدخل إيراني واضح وأكو تصريحات من قبل يعني السفير الإيراني بأن العراق يعني حكومة الأغلبية تكون في دولة مؤسساتية في دولة ديمقراطية، وهذا الحال ما موجود بالعراق بحسب تعبير إرج مسجدي. رأيك؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. رمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله. الله يتقبل، الله يتقبل الطاعات يا رب. ندور في حلقة مفردة. نعم. يعني من 2003 نحن نردد عبارة إنه إيران هي من تحرك العراق هي أمريكا. فلم يستجد شيء يعني. وما نراه الآن من ما يسمى الانتخابات الهزية. وهذه عبارة عن سوالف وعبارة عن مجموعة من العصابة التي تتناوب على كرسي الحكم. يعني من الشعب العراقي إذا يخلق مارس لانتخابة ثانية أو إلى الخارج، البلد تحكمه إسرائيل وأمريكا وإيران، هاي معروفة يعني. ولن يستجدش إلا بثورة عارمة من الشعب العراقي. وأقول للشعب أنه يعني سكوتك الطويل على هذه الحكومة سوف يجعل ثمن سقوطها غاليا. يعني نحن نرى ما حصل في سوريا، هي في سوريا يعني سكتوا على بشار زمن طويل، أما في العراق فإحنا سكتنا على هذه الحكومة. والآن بدأت يعني بعض جماهير الثورة ثم مدينة الصدر تكتشف أنه هذا اللي يقودها عبارة عن إنسان تافه، لا يملك أي ثقافة، لا يملك أي حس سياسي ولا وطني ولا ديني، إنما عبارة عن شعارات جوفاء يضحكون بها على عوام الناس. الآن الناس بدأت تتململ، لأن كما يقال الشعوب تمشي على بطونها، ناس تريد تأكل، ناس تريد خدمات، ناس تريد أمن وأمان، ناس تريد فرص عمل، هذا كله ما متوفر. فقط المتوفر لبيك يا حسين ولا سارة الحسين، وما عندهم غير السنة، لو طلقت طق بالفاو يقول هذا جهة واحد من الفلوجة.
هذه الورقه فشلت الان، سقطت في ايديهم، والان الشعب بدا يتوعى، والناس الان تنادي بذب الطائفيه وان تكون يدا واحده على هذه الحكومه. وثق اخي استاذ عمر انه هذا التاخير مرتب، هذا التاخير في تشكيل حكومه نعم المحليين سعر $20 وهم راسمين سياستهم النقديه او المصرفيه على اساس سعر النفط انه $43 أو $44. اين تذهب هذه المليارات؟ اين تذهب؟ يعني بالنسبه ابو النزاهه عبد الرحيم الدراجي قال في زمن المالكي فقط اختفيت من العراق $400 مليار اخي العزيز. يعني العراق مشروع ذهب لايران، وما استبعد حتى اسرائيل اللي حصه، يعني بمعنى العصابه، نعم. معنى العصابه الحقيقيه، ولا يمكن ان تزاح الا بالدم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يغير حالنا الى احسن حال، وان لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. لكن اقول العراق لا يستقيم حاله الا بالسيف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واشكرك استاذ عمر، نسال الله ان يجنب العراق الفتن يا رب والابتلاءات وكل مكروه. أسامة من بغداد كان معنا، طبعا كذلك احنا نشير بانه ذكرى تحرير الفاو اليوم، وقد يعني سلطت الرافدين في نشراتها الاخباريه على هذا الموضوع، تحرير الفاو اللي اجى مثل هذا اليوم في نهايه الثمانينيات قبل نهايه الحرب العراقيه الايرانيه بال 87 بالتحديد. يعني كانت الفاو محتله من قبل الايرانيين، وقد استطاع الجيش العراقي الباسل تحرير هذه الأرض العراقية بدماء الشهداء الذين سقطوا هناك، واستعيدت إلى العراق ذكرى عظيمة. تقبل الله الشهداء في عليين، ونسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.